حبيبة، فقد أصبحت مسؤولا عن قسم المحاسبة في الشركة، وزاد راتبي أكثر من النصف. يغفر لهم الله شو عم يزيدوا له راتبه. شو قلتي أختي؟ قلت الله يوفق، حكمتي بيستاهل. إيه فعلا يقبر قلبي بيستاهل. يعني بتعرفي شو يعني زادوا له أكثر من النص؟ قديش صار راتبه؟ تعالي أحسب أنا وياكي. لك أختي ليش لنحسب؟ بعدين بتطير بركتهم. إيه معك حق، بتطير بركتهم. اسمعي لي هالجملة شو حلوة. تفضلي. وسلامي الخاص لخالتي أم حكمت. وفهميها أنه ما حدا رح يتجوز بنت خالتي حكمت غيري أنا حكمت. قولي إن شاء الله. يا رب يا رب. شو رأيك بهذا؟ انتي شلون شايفتي؟ خرج المشوار؟ لا والله مو خرج، كتير حفر. طيب هذا؟ هذا قديم كتير، بطلت موضته كمان. تعرفي انا ما عندي ولا شي غرض هالروحة. ايه انتي الحق عليكي، من ايمتى الك ما اشتريتي قطعة جديدة؟ من زمان يا ستي، انا لازمني شي جديد. طبعا هذا الصح. هلأ من هون للعرس مشتري، بفصل، بدبر حالي. بس اليوم شو بدي البس على الخطبة؟ هلأ أنتي ما قلتي لي إن الخطبة أهلية بمحلية؟ ادبري حالك بشي فستان هلأ. وفي الشهر القادم لدينا مهرجان تسوق عالمي. خبري بنت خالتي حكمت إذا بتريد أنا مستعد لأقطع لها تذكرة لتحضر السوق. وشغلها يا سعاد، هلا معقولة حكمة تتسكر الصيدلية وتروح تتسوق؟ بعدين تعالي قلك، كم سنة صلوا ابنك حكمة ما شافها لبنتي حكمة؟ معقولة تروح هيك طمغم؟ عن شو عم تحكوا ماما؟ حكمة ابن خالتك عازمك على الخليج تحضري مهرجان التسوق. شو ماما شايفتك ما لبستي لهلا؟ ايه ما عندي شي خرج الحفلة. طب شو ناوية تعملي؟ خلص بعتذر منها وطالع عليها وقت العرس. ولي على حظك يا بنتي، السوق لساته فاتح، امشي لنلحق ننزل انا وياك نشتري لك شي شغله جاهزه. اخ لو حكيته من قبل، في خياط سوري انا بعرفه عايش بفرنسا،
هلأ رجع من جديد على البلد. والمعنى؟ بسيطة خالتي، ما صار شي. حكمت رح تحضر العرس بعد كام شهر، منبقى منروح منشوفه. من بكرة لازم تحجزوا، الرجال ما عم بيلحق طلبات. خلص خالته، فإذا بمعيتك منروح من بكرة لعنده. مرحبا. هاي. الله يطلعك شو مزيك. لك شوفي المحل أحلى. شفت المهم هلا كيف شغله. إيه شو شغله؟ اطمني، شغله بياخد العقل. وكل الزبونات تطلعي كلهم متقيل. مرسي لك. مرسي. الأسبوع الجاي مثل اليوم. أوكي مرسي. بونجور. أهلا وسهلا فيك. بونجور. أهلا مدام. أهلا وسهلا. هلا. تشرفنا. أهلا وسهلا فيك. الحقيقة مسيو نازم، في جماعة دلونا على حضرتك. بعرفك بنت أختي الدكتورة حكمت. سهلا، تشرفنا. مسيو ناصم، انا من زمان ما فصلت تفصيل، يعني كل ثيابي جاهزه. هي دائما يعني ثيابها بتجيبهم من برا، بتلبس تلياني، بتلبس فرنسي، وما بتتصور يا مسيو بيجوا كانه تفصيل عليها. طبعا، ما شاء الله. جسم لبيس. رياساتك دولية. ماني كان. طبعا تفضل. قالوا لنا عن جنابك انك حضرتك فنان اكثر منك خياط. اهلا وسهلا، يعني خجلتيني. الحقيقة مسيو نازم، بنت اختي الدكتورة حكمت عندها عرس كتير 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 هاي، وحابة تلبس فستان من تحت دياتك. ممتاز. ولا ماشي؟ الحقيقة يلي دلونا لعندك قالونا انه في عندك قمايش كتير مرتبة، يعني ما في مشكلة عندك. والله هو بالحقيقة انا كنت استورد قمايش من اوروبا، بس معظم الزباين صاروا يأمنوا لحالهم قمايشهم بكل الاحوال. اذا عندك رغبة، يعني انا بحسن بأمن لك القماش يلي بتريديها من باريس، اذا كان عندك وقت. الحقيقة ما عنا وقت بنوب يا استاذ. شهرين معنا وقت. اكسلان. بون. بالحقيقة هذا النموذج هو أحدث ما نزل في باريس، طبعاً المنظم بده يجي فوراً. تفضل يا عزيزي. مرسي، فعلاً حلو. شوفي هالزنار بياخذ العقل. أنا بشوف إنك كمان تشوفي موديل من هذا النوع. طب لحظة بس لشوف. إيه تبريني شوفي حبيبة قلبي. هيدا حلو. يعني انا شايف يا مدام انه هذا بيسمنا شوي. ايه بس عم يغلي غلي والله يا مسيو نازم. وحاسس هداك اللي بايدك بنحفه شوي. انا بتقديري في واحد بظن. اوه هذا الموديل هو المناسب لستايل تبعك يا دكتوره. والله مسيو. تفضلي على قياس. قومي حكمت. ما شاء الله. ستاندر. جسم ستاندر تماما المطلوب. امشي صحيح في داخل القياس. مبين منتهي. خالصين. اهلا وسهلا. دكتوره هذا رقم تليفوني.
وإذا ما عندك مانع أخذ رقم تليفونك؟ لا ما في مانع أبدا طبعا. أوه للا رقمك ذهبي يا مسيو، بنحفز بسهولة. تفضل هذا كارتي وفي رقم الصيدلية كمان. بدك تعرف الصيدلي؟ ايه طبعا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الاسبوع الجاي مثل اليوم الاسبوع الجاي مثل اليوم. اهلا وسهلا. مع السلامة اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تعبانة نعم موجود. بدي اياه شغل مستورد، بس هذا دواء صناعة محلي. بس انا بدي اياه شغل برا. يا اخي الدكتور واصف لك اياه صنع محلي، ليش بدك اياه شغل برا؟ هيك بدي اياه وش قد بدك حقه انا بعطيك. اسف ما عنا غير صنع محلي. بصراحه قالوا لي شغل المحلي يعني مو كل هالقد. ومين اللي قال لك؟ حتما مو الدكتور اللي وصف لك اياه. لا لا هذا واحد جاري صار معه مثل ما صار معي. اخي لا تقول لي جاري وجارتك، فرقنا بريحه طيبه، ما عنا غير صنع محلي. عمو اسمح لي بالوصفه. تفضلي دكتورة. يا أخي الدواء اللي عم تطلبه شغل برا هو نفسه متوفر عنا هون، الفرق بس يا أستاذ. بدها سؤال، الفرق بعيد، حدا بيقول لك شغل برا؟ الفرق يا أستاذ، إذا بدك تاخد شغل هون بدك تدفع 350 ليرة بس، بدك تاخد شغل برا بدك تدفع 3 أضعاف ثمنه، غير إنك بدك تستنى كذا يوم ليصل، والنتيجة واحدة. شو قلت؟ أهلين تفضل. الدكتورة حكمة موجودة على ما أظن؟ نعم موجودة، بس أنا بقدر أخدمها أمور. حابب قبلها شخصي. أستاذ ناظم أهلا وسهلا تفضل. بونسوار. أهلا أهلا تفضل تفضل ارتاح أستاذ. إيه أستاذ ناظم شو فيني أخدمك؟ خليني بشرك بالأول إنه القطعة اللي طلبناها من باريس وصلت. بسرعة؟ معلومك رفقاتي كتار بباريس، وخصوصا يلي إلي معهم علاقات شغل. مفهوم. وهلأ صار فيك تيجي لعندي على المحل إيمت ما بدك لنبدأ شغل. يا الله يا مسيو ناظم، يعني عن جد عذبت حالك، كم بكفي تليفونه بس؟ لا 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 مو معقول مو معقول. هو أنا جاي لشوفك بالمحل محل شغلك إذا ما كان عندك مانع. أبدا مسيو ناظم، بالعكس هذا شرف كبير إلي. ذكر هو بالحقيقة في سبب تاني لجيتي لعندك، حابب استشيرك بهذا الدواء. ايه هات لشوف. هذا الدواء كنت استخدمه لما كنت بفرنسا، والحقيقة لساتني مستخدمه بين فترة وفترة، لكن بالمدة الأخيرة صرت أشعر أنه ما عاد في فايدة منه. للأسف أنا ما بعرفه للدواء، بس الواضح انه من فصيلة المهدئات. على العموم كنت عم استفيد منه، بس في الفترة الأخيرة ما عاد أثر فيني. لا إذا ما عاد أثر فيك هي مشكلة، لأنه طيب برأيك في شي دواء بديل ولا لازم راجع دكتور؟ هو لازم تراجع الدكتور إذا كان في ضرورة. بس المشكلة أنه أنا يعني ما تعاملت مع أطباء محليين من يوم اللي رجعت من فرنسا. لا من هالناحية طمن، أنا ممكن أبعتك ودلك على أطباء من مختلف الاختصاصات ومن أعلى المستويات. مرسي مرسي بوكو. مسيو ناظم يعني بس سؤال بصراحة، حضرتك عم تشكي أو تعاني من شيء مزمن؟ أبدا ليش خير. بكل الأحوال نحن بكرة في عنا موعد مشان ناخد البروفا الأولى. يا ساتك وفينا وقتها من دردش ونحكي بمواضيع متنوعة. أرفوار. بالمناسبة أنا بحاجة صورة شخصية لألك. صورة ليه؟ طبيعة الشغل. شو بدك تقدمي على وظيفة دكتورة؟ لك ابني مثل ما عم قلك، بتنزل على السوق وبتروح لعند أحسن محل أقمشة عنكن، ها بتشتري لي شقفة للسهرة يعني 6-7 متار.
ايه ايه لحكمت. لا لا ما بدها تنخطب، بس بدها تحضر في عرس رفيقتها. شو قلت لك ماما؟ بتبعت ليها باسرع وقت. ها فهمت فهمت، بس ليش ست سبع متام؟ شو بدكم تعملوا منه، وجوه كنبايات ولا فستان؟ لك انت شو دخلك بهالشغلة؟ هذا نوع من الدعاية على انك انت كريم مو كحتي. وهي عندها خبر؟ ولا نشتري وندفع ما فتح ورزق وبعدين ترفضه؟ لك يا ابني ترفضه ترفضه، اذا بدها ترفضه ترفضه، بحطه بصندوق ستك. صندوق ستي؟ شو بده يسع ليسع؟ يا عندك شقف وقماش من ايام السفر برلي. هلا حكمت بلكي ترحكي، طولنا المكالمة. يلا حبيبي لا تنسى شو قلت لك، اوعك. ها سكري ماما سكري، ما رح انسى. الله معك، مع السلامة سعاد. شو ماما؟ مع مين كنت عم تحكي؟ هلا خبرتني خالتك سعاد وقالت لي وصلت لك على قماشة من الخليج من عند ابنها، بتطير العقل. ايه هلا كل ما دق الكوز بالجرة بتتصل بابنها على الخليج لتنقل له اخبارنا. ايه طولي بالك، شو فيها القصة يعني؟ هيك ها، الله يرضى عليك يا ديما، هدي لي اياها شوي. ولا يهمك طنط، بس شو كان بدي اياها تكون بحفلة الخطبة؟ يا لطيف شو اشتهيتها، احكي لي شو صار بالحفلة. انا رح اقوم اعملكم قهوة بيكون احسن. عن اذنك ديما. يسلموا ايديك يا ماما. ايه احكي لي. اخ يا حكمة شو حفلة بتطير العقل، تمنيت حفلة عرسي تكون هيك جخ على اخر طرز. ايه ستي اللي عنده برش على المخلوطة فلفل. انو فلفل هاد؟ قولي الماس قولي ذهب. اوف كل هالقد واكتر. شلون شكله العريس؟ ولي قال شلون شكله؟ شاب يطير العقل، طالع من الجورنال، شخصية وكمال وجمال وطول ونازيك وعلى آخر عيار بجنن، وقاعد ماسك لإيدر هالعروس وعم يتغزل فيها كل الوقت. يا لطيف يا لطيف، كل هالقد الحفلة كانت حلوة؟ لك شو حلوة بتجنن؟ كلاس يا أختي كلاس، عالم غير شكل، رقية على آخر عيار، كان بديك أنت وأختك تكونوا لحتى تشوفوا بس الناس كيف عايشة. أختي إيه بس أنا مالي معزومة. المهم حكي لنا شو صار. ايه صحيح شو صار. ايه لما بلش العزف قام العريس بأكابريته ورقيه وقام عند العروس ومسك لإيدها وعزم على الرقص مثل الأفلام، وبلش يرقصوا بعض عم يرقصوا 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 يرقصوا. لك ايه دخلت. هلا شلون كانت سوزان؟ سوزان ماشي حالها، يعني ما بها شيء مو كتير ماشي حالها، بس المهم حطيت لك عيني على ثلاث أربع شباب بيطيروا العقل، بدي أعرفك عليهم ما في مجال لأنه بلكي صار نصيب. يا ستي نحن من غير واسطة مو خالصين. أنتي سكتي، أنتي شو دخلك؟ الحكي لأختك، أنتي خطبتي ومشي الحال، مشان هيك كان بدي أعطيكم الحفلة. إيه ستي هذا اللي صار، خلص بكرة بالعرس بعوضها. المهم أنتي وعمر شو الأخبار؟ راسه ألف سيف، ما بده يرقص معي إلا سلو، وشرطك بده يرقص بعيد عني ثلاث شبار. بتقولي أخته؟ هيك ها هذا الأصول حبيبة قلبي. بكرة رح تشوفي رفيقتك لابسة فستان ما حدا لبس مثله بالبلد. ليش منين جايبينه من برا؟ لا عم خيطه عند واحد دارس بفرنسا. شو اسمه؟ ناظم. ناظم شو؟ والله نسيت. ليكون ناظم فاشن يلي بالمالكي. يا عيني عليكي، تمام هذا هو. ايه ناظم هذا مصيط ومليان، بعدين بيقولوا عنه كتير حليوة ونزيك كتير وسينيه كتير. Thank you.
اهلا وسهلا انت غاسي روفلي. اذا سمحت في عنا موعد مع مسيو ناظم. وي وي مسيو ناظم هلا بيجي تفضلوا. اهلا وسهلا. إذا سمحت يا أستاذ. وي مادموزيل. نحن هون بناء على دعوة المسيو ناظم. طول ما عليك عم تسمعي الموسيقى بيكون مسيو ناظم لسه ما خلص الشغل. اكسكيوز مي. يعني المسيو ناظم عم يشتغل ولا عم يعزف ولا عم يسمع مثلنا؟ باردون، المسيو ناظم عم يشتغل وعم بيعزف وعم بيسمع. يعني المسيو ناظم خياط ولا موسيقي؟ المسيو ناظم خياط وموسيقي وشغله كله بيستوحي من العزف على البيانو. شي حلو كتير. باردون، بتحبوا تشربوا شي؟ لا شكرا. لا شكرا. بالعادة المسيو بيطول بشغله؟ جو ني سي با مادموزيل، حسب الموديل وحسب التفصيلة، وهذا كله مرتبط بالإيحاء الفني الممتزج بين القياس والزبون. اكسكيوز مي. بونجور، أنا آسف بس بتعرفي الشغل وتأخرت عليك. لا بسيطة. أختي أمل طالبة شغل. أهلا، تشرفنا. يا هلا. ماشي تفضلوا. دكتورة اسمحي لي أبديلك شديد إعجابي فيك. أقول لك بصراحة شباب اليوم كتير فولجرية بشكل عام، بشكل خاص قليلين ذوق، لأنه لهلأ ما تجوزتي. وشو عارفك إني لسه لهلأ ما تجوزت؟ في مثل فرنساوي بيقول إنه يلي ما بيتمه لسان، يلي بيتمه لسان ما بضيع. وعنا كمان هون هيك بيقولوا كمان؟ هذا من حسن حظي. من حظك إنه في بتمك لسان؟ تسلم ايديك كثير حلوه. شو رايك امي؟ شيء كثير 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 حلو. افتحيها وشكل. لا خلص كلك ذوق يعني واضح. ميرسي كلكم ذوق. تسلم ايديك. وهلا على القياس. ميرسي ناظم. صحيح بالنسبه للدواء بعدين. لا بترجعكي بعدين الدواء بعدين. بس خليني كيف فيك. تفضل تفضل. الدواء تبعك. اي دواء بعدين سيبيني بالدواء. كتاب الملك الانسايكلوبيديا. لا بعدين ارجوكي. بليز بعدين الدواء. خليني بس اشوف من هون. واو هذا هو المطلوب تماما. مانوكان انا متاكد انه مانوكان. مانوكا
جبتي لي الصورة يلي وصلتك عليها؟ ايه طبعا طبعا. تفضل. مسيو ناظم، يعني سؤال بارد شوي صغير. تفضلي. شو علاقة الصورة بالخياطة؟ يعني يمكن بدك تصمم الفستان على الكمبيوتر ما؟ لا لا لا، شو كمبيوتر ما كومبو؟ هذا ايديا، هذا غبي، أنا بتعامل معه بالمرة. أنا الموضوع بالنسبة لي مختلف جذريا، الموضوع شيء تاني. بالحقيقة أنا بحاول أعمل عملية ربط جدلية ما بين الموضوع وموديل الفستان. الحقيقة أنا ما فهمت يعني، وخجلاني أسألك إنه الصورة رح تتم معك يعني، ولا فيني أسترجعها بعد ما حضرتك تخلصت الشغل فيها؟ الصورة رح ترجع لك يا دكتورة، إلا إذا أنت سمحتي لي أحتفظ فيها، لأنه بالحقيقة الصورة هي اللي عم تعطيني الإلهام رح تسوي موديل الفستان. هذا كله تحت العنوان العريض للنظرية الجشتالتية، بالإضافة لمفهوم الفانكشن مع الفورم، المضمون والشكل. يا هل ترى مسيو الصورة كمان إلها علاقة بعزفك على البيانو؟ يعني باعتبار هلا إنه المفاهيم بدأت تاخذ منحة توازي بيناتنا، فأنا رح اشرح لك المفهوم. هو بالواقع هي العلاقة المثلثية، العلاقة المثلثية ما بين الصورة، هي الصورة بتودي إلى لحن، هذا اللحن إلى موديل، إلى موديل فستان، صورة لحن موديل، صورة لحن موديل. بس بالحقيقة أنا ماني بعرف كيف ممكن هذا اللحن يوحي لي بالموديل، هذا الإلهام منين بيجي؟ ما في. بكل أحوال يمكن هلا من الصعب إني أشرح لكم الفكرة، على كل ممكن أشرح لكم إياها بعدين على رواق. هلا هاي طريقتك دائما بالشغل؟ أعوذ بالله أبدا، أنا في عندي مستويات يا دكتورة، في عندي فئة A، في عندي فئة B، وقلما فئة C. وإذا كانت الزبونة من الفئة D؟ أوه مرفوضة نهائيا، مباشرة مرفوضة. وطبعا حضرتك يا دكتورة من الفئة A بلس بلس. سايز ستاندرد ستاندرد ستاندرد. علمي ألف مبروك، ألف مبروك مسيو ناظم. بس مسيو ناظم، بس شو بس شو اللي بس شو بس شو باردون يعني الدواء دواء 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 شو بالدواء؟ طبعا طبعا ما كان لازم، إلا ما كان لازم صح. على القليلة هلا حماك حماك حماك. طيب آخر دكتور رح تاخده شو رح عنده آخر دكتور شو هلا؟ اتركني هلا، بدي اشتغل بدي اشتغل ماني فاضي. اتركني اشتغل اتركني اشتغل، انا سعيد انا مبسوط مبسوط. Thank you.
باردون مسيو، مكالمة من باري. مسيو؟ اوكي بون بون. ونخلص من كل هالفورة. تعالوا شوفوا الخطة من الشام.